وجع الفطام المؤلم ده لما يتفرض عليك ازاي تتعامل معاه؟ اول مبدأ ما تبصش ورا، التحصر يتعبك ويعطلك. لو فضلت رافض الوضع الجديد ومصر على الوضع القديم انت بتتعب روحك، وربنا مش بدل دي خطته هيكمل فيها. فانت بتتعب روحك بانك انت مصر تبص ورا وتقول زمان 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 يا ابني خلاص بقى، خد وقته زمان، ده انسى ما وراء ها وامتد الى ما هو قدام. بص قدامك في المرحلة الجديدة، في معطيات جديدة، في ظروف جديدة، في رسالة جديدة، في علاقة جديدة بربنا، في عمق جديد، في رحلة عمر جديد، في شخص جديد بيتكون هو انت.